دلالوش يا الولد يا ابني دلالوش، وعدوك سكن بيتي دلالوش. في العراق حدثت جريمة كبيرة بحق الإنسانية ضد القوانين الدولية، وعلى الرغم من ذلك تم إغلاق الملف. هرول أموتكم وعلي. طبعا مو خيم ما حيوانات، بس البشر قاعدين به اللي ماكو حكومه عراقيه. هناك من مات في الصحراء، وهناك من ذهب باتجاه بغداد واغلقت في وجهه.